ان شاء الله بخير وعلى خير وسانك سان كما العاده يا الحبيبات قلبي. اش كتعاودوا؟ لاباس عليكم؟ بخير. نتمنى الاهل ديالكم والاولاد تاعكم وكلكم تكونوا بخير يا رب العالمين. اليوم جيتكم طلبت مني واحد الغزاله، قالت لي ديروا لينا شي وصفات لي كونكونو بدون غسل، مجربه شخصيا مني، والحمد لله الحمد لله الحمد لله. البنات دائما كتشكروا الوصفات ديالي وما كنجيبش لكم شي حاجه اللي غتخرج لكم لا على البشره ديالكم ولا لا على الشعر ديالكم. واهم حاجه انني كنعملها لكم، اي وصفه البنات كنعملها لكم على شعري وعلى هذا فأر التجارب. والحمد لله الحمد لله الحمد لله، ما عمر شي وحده ما تشكات مني ولا قالت لي راه خرجتي عليا ولا درتي لي، هذا من فضل ربي الحمد لله. اليوم وصفه البنات غزاله توب توب 5 5، والله غادي تعجبكم. واهم حاجه انكم ما غاديش تغسلوها، يا المعكازات يا المعكازات يا المعكازات. ما عرفت مالي اليوم شادني النشاط وشادني واحد الفرحه ما عرفتش علاش، والله ما كاين شي سبب البنات، ولكن سبحان الله جايدني واحد النشاط انني باغا نصور لكم، باغا ندير لكم وصفات، باغا نتهلا في راسي، باغا المهم نتمنى انكم ما تضحكوش عليا على الهبال ديالي. عرفتوا الا بقيتوا تتبعوا القناه ديالي راه غادي تكونوا متفائلين وتحبوا النفس ديالكم وتحبوا راسكم وتحبوا راسكم كما نتوما، يحبوا راسكم كما نتوما، ماشي تشوفي في راسك تقولي يعني ما كنحملش راسي. انا كنكره النساء اللي كيكونوا هكا، بالعكس انا حس براسك، لا ما عجبكش شي حاجه في راسك بدلي راسك، بدلي اللوك ديالك، بدلي شعرك، بدلي اللون تاع شعرك، بدلي من شخصيتك، بدلي قلبي على شي اي حاجه اللي تفرحك وتفرحها وترجعك سعيده. مهم اليوم البنات بلا ما نطول عليكم الحيت انا مني كنضل بالبال ما كنكملش ما كنكملش ما كنكملش. وكنشكر واحد الغزاله ديالي من هذا المرة غنحط لكم التعليق ديالها، لانه فعلا كيجوني هاد التعليق البنات كيجوني واحد الحماس انني نحط لكم وصفات وكيعجبوني في حقيقه كيعجبوني. هذا كنقول لكم دائما ما تنساوناش من التعليق ديالكم، لانه فعلا البنات فعلا كيفرحوني، انا بالنسبه لي انا كيفرحوني. شكرا لكم بزاف بزاف على الحب ديالكم، وانا كنبدلكم نفس الحب اللي كتحبوني. يما بلا ما نطول عليكم البنات، وصفه رائعه البنات، وصفه رائعه لتطويل الشعر وتساقط الشعر وعلاج الفراغات. بعد المكونات غادي نقول لكم، اول حاجه عندي هي الحريقه. الحريقه البنات ما عرفتش شنو الاسم، لانني والله البنات كنبغي نقول لكم الاسماء ديالهم باللغه اللي باللغه بلهجتكم، ولكن والله البنات ما عنديش واحد الفكره على كل عشبه اشنو اسمها. يعني متبعيني الناس من العراق، متبعيني من الامارات، متبعيني من السعوديه، متبعيني من الجزائر، تونس، مصر، مين كليش البنات، انني كل عشبه نعرفها باللهجه ديالتكم. والله معذره معذره معذره، غير نتوما انا ملي نقول لكم هذا الاسم هذا خذوا الاسم البنات وديروه في جوجل وديروه باللهجه ديالتكم، مثلا الحريقه باللهجه مثلا المصريه، الحريقه باللهجه العراقيه، كما هكا غتسهلوها عليكم وغتسهلوها عليا انا البنات. والله معذره منكم معذره معذره، وكنحاول انني نهضر بواحد اللغه اللي تكون مفهومه، ولكن كنحس براسي انا كنحس براسي بحال كنتصنع، ما كنحسش براسي انني مرتاحه في الهضره ديالتي. والله كان كلكم راكم على راسي، ولكن كنتمنى انني في المستقبل انني نلبي الطلب ديالكم وانني نفهمكم باللهجات ديالكم، ولكن المغربيه ديالتي كنفتخر بها. والله البنات انا لهجتي كنفتخر بها، وكنتمنى انا الناس كلهم انهم يفهموا اللهجه ديالتي، لان انا جيت نحيد اللغه ديالتي والفرا تحيد من اللغه ديالتها والاخرى ما تحيد اللغه ديالتها، اللغه المغربيه غادي تنقرض البنات. ولهذا خصنا حنا المغربيات كلنا نهضروا باللهجه ديالتنا باش دول وحدين اخرين مره على مرة مرة على مرة غادي متأكدة انكم غتفهمونا، متأكدين انكم غادي تولوا تعرفوا اللهجة ديالتنا، وتحية لكم كاملين وكنموت عليكم. عندي الحريقة البنات، عندي حبة راس، ماشي حبة راس، السانوج. السانوج كاين عندنا حنا بعض الناس كيقولوا له حبة السوداء، ولكن هو ماشي حبة السوداء، السانوج. السانوج البنات هو هذا السانوج. عندي الزاز. الزاز البنات علاش غادي نديرو؟ باش يرطب لنا، اننا معروف ان الزاز
كيرطب لكم الشعر. عندي الخزامه، الخزامه البنات كتدي واحد الرائحه غزاله بزاف بزاف بزاف. ولو ما تنظفوش شعركم، الا حبيتوا تنظفوا شعركم من بعد نظفوه، الا ما حبيتوش راه غتبقى لكم واحد الرائحه اللي هي زكيه. وعندنا الشيح، الشيح البنات هو معروف بهذا الاسم هذا، الخزامه هي على ما اظن معروفه بهذا الاسم هذا، السانوج كاين اللي كيقول السانوج، كاين اللي كيقول حبه السوداء، ولكن هي ماشي حبه السوداء، لان الحبه السوداء كتكون الحبه ديالتها اللي هي شويه كبيره. وعندنا الحريقه، الحريقه البنات هي هذيك اللي كتكون كتلدغ واحد شويه كديروها على الجسم تاعكم وكتبقى كتبقى تحرقكم هكذايا، هذيك هي الحريقه. المنافع ديال البنات زوينه بزاف 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 للشعر البنات ولتطويل الشعر والكثافه ديالته. هادو هما المكونات البنات. اول حاجه هنا البنات غناخذ كاسرونه هكذايا، غادي كما قلت لكم غادي ندير فيها المكونات البنات. غادي نكتب لكم هنا في الصفحه تاع الفيديو غنكتب لكم المكونات ديالهم، من بعد نتوما قلبوا عليهم باللهجه ديالكم. هنا شنو غادي نضيف؟ غادي نضيف لهم الماء المغلي. علاش هنا ضفت لكم الماء المغلي؟ باش غادي مازال نغليهم البنات فوق النار لمده مثلا واحد غير 4 دقائق 5 دقائق وغنغطيه وهو كيتغلى باش المنافع كامله تبقى فيه ما حتى ما يزهقش. المهم نخليه واحد البنات 4 دقائق حتى 5 دقائق وهو كيغلى لينا والاناء مغطي، ونرجع لكم من بعد. هنا البنات غناخذوا اي بخاخ او قرعه واللي متوفره عندكم البنات، شوفوا اي حاجه كانت متوفره عندكم ديروها. المهم انا غادي نبدا نصفي شويه، مازال باقي عندي سخون، ولكن حنا محتاجين البنات يكون دافي باش حتى الفروه ديال شعرنا البنات المسام ديالها كتفتح وكتدخل لنا هاد الوصفه هادي، شعرنا كيستافد منه اكثر. بالنسبه لي انا نجرب يدي نشوف واش ما سخونش بزاف باش ماشي صدق حارقني. المهم البنات انا غادي نبدا معكم دابا، بسم الله على بركه الله. اول حاجه غنكملوا الفروه ديال شعركم. كنتو البنات ما غتغسلوا شعركم ما والو، ما تضيفوا له لا زيوت لا حتى شي حاجه، ولا كنتو غادي تحبيتوا انكم تعملوا هذه الوصفه وتخلوها واحد المده ومن بعد البنات انكم تشطفوا شعركم عملوا معها زيوت. بالنسبه لي انا غادي نديرها ما غنضف لا شعري لا حتى شي حاجه. مشطو غير بالشويه باش شعركم ما يتقطعش لكم وما يتقرطش. انتما البنات حتى الابنه ديالتي غادي ندير ليها دابا. انتما شعرها ها انتما راه دابا مغسول، ودابا غنضيف ليها هاد الماء. ما جاكش سخونه؟ باش تعرفوا ان هاد الوصفه هادي البنات ماشي صعيبه على الاطفال. هانتوما راني كندير لكم في بنتي، وقولوا ما شاء الله، شوف ما شاء الله شعرها. هانتوما هكا البنات، الا بقيتو استعملتو البنات ديالكم هاد الوصفات بحال هكا كونوا متاكدين ان القمل والصيبان ما غاديش يدور بهم نهائيا، لان هاد العشوب هادو كيقتلوا الصيبان وكيقتلوا هاد النوع اللي كيكونوا القشره. بالنسبه للناس اللي عندهم القشره كذلك راه ما كتبقاش ليهم في شعرهم. نتمنى من الحلقه انها تنال الرضا ديالكم، ونتمنى من هاد الوصفه انها تعجبكم، ونموت عليكم الغزالات ديالي، ونطلقوا ان شاء الله في وصفه جديده. وما تنساوناش من التعليق ديالكم ولي لايك ديالكم اللي عجبكم القناه وعجبكم الفيديو، وانتظروني في فيديو جديد.